انضم الينا مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن. اهلا بك استاذ رامي، هل هناك اي تفاصيل جديده واضافيه عن هذا الاستهداف، وهل علم عدد القتلى؟ تحدثنا على ما اعتقد او افدتنا بسقوط قتلى او اصابات حقيقه لم اقله في تعترف به القوات الامريكيه. مساء الخير اولا، قد لا تعترف حقيقه الامر. الاستهدافات كانت مكثفه مساء اليوم، سواء لحقل العمر الذي هو اكبر قاعده امريكيه داخل الاراضي السوريه، او لحقل تدريب حقيقه الامر في قاعده التناف والتي هي اكبر قاعده استخبارات امريكيه غربيه في الاراضي السوريه. الاستهدافات كانت مساء اليوم في حقل العمر بشكل قطعي. هناك إصابات وقعت نتيجة الاستهداف من مسيرات، وليست مسيرة واحدة، على حقل العمر الذي القاعدة الأمريكية حقيقة الأمر في حقل العمر، بالإضافة لمعلومات عن إصابات في الاستهداف الذي كان على قاعدة التنف في المثلث الحدودي الأردني السوري العراقي. أي أن هناك تكثيف واضح للاستهدافات بالمسيرات من قبل ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق، أو تحديدا أعتقد أن النجباء التي هي تعمل تحت هذا الاسم، وحزب الله العراقي، الذين هم يستهدفون القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية. وشاهدنا اليوم قتل أحد قياديي لحركة النجباء في العراق. أعتقد بأن الهجمات هي ليس ردا على غزة فقط، بل ردا على مقتل هذا القائد العراقي باستهداف من مسيرة أمريكية. طب هل علم من أين انطلقت هذه المسيرات؟ من الأراضي العراقية. المسيرات لم تنطلق من الأراضي السورية أو من البادية السورية، جاءت من داخل الأراضي العراقية. عندما نتحدث من داخل الأراضي العراقية وصولا إلى حقل العمر النفطي، ليست على الحدود مثل ما هي قاعات التلف، أي أن هناك تحليق داخل الأراضي السورية ووصلت إلى حقل العمر واستهدفت حقل العمر هذه المسيرات. أي أن هناك تركيز الآن على ما يبدو من قبل إيران، ليس فقط على مناوشات مع القيادة مع القواعد الأمريكية، بل على محاولة قتل جنود أمريكيين أو إصابة جنود أمريكيين في الاستهدافات داخل الأراضي السورية. طيب هل من تحركات للقوات الأمريكية بعد هذا الاستهداف؟ هل هناك استنفار ما؟ هل لوحظ أي شيء؟ يعني هي القوات الأمريكية منذ 19 من شهر تشرين الأول أكتوبر بدء استهدافات القوات الأمريكية، هي في حالة إعادة انتشار مستمرة وتعزيز قوات إلى القواعد الأمريكية. أي أن مثلما هي ميليشيات إيران في حالة إعادة انتشار واستنفار مستمر، أيضا القوات الأمريكية عندما يكون هناك تهديد لهذه القواعد تنتشر خارج النقاط المعروفة داخل هذه القواعد، لأنه سابقا جرى استهداف قاعدة العمر تحديدا بشكل مباشر ومساكن القوات الأمريكية، وحينها اعترفت القوات الأمريكية في بعض إصابات في جنودها. شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري في بريطانيا.